بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم بحول الله وقوته راح نتناول الإكسبانشن من الوحدة الأولى إلى الوحدة الرابعة، خاص بمنهج سوبر جول 4، صف ثاني متوسط الفصل الدراسي الثاني. راح نفتح الصفحات وهي 6 صفحات فقط، الجزئية جدا بسيطة، التمارين سهلة، راح نستعرضها ونستعرض حلولها بإذن الله. نقول بسم الله. نبدأ بالجزئية الأولى وهي Language Review. يلاحظ الطالب في الكتاب التفاعلي هنا على طول جاب الإجابات، لكن خلونا نشوف الجدول الأساسي موجود لدينا في صفحة رقم 34. صفحة رقم 34 Language Review، المراجعة اللغوية. Use the information in the chart to answer the questions about the three cities. استخدم المعلومات والبيانات الخاصة بالمدن الثلاث، three cities يقصد الدمام، نجران، تبوك، اوكي، لمساعدتك في الإجابة على الأسئلة. Write complete sentences. هنا الشرط أساسي أن يكتب الطالب إجابات مكتملة. طيب، ما هي البيانات التي أوردها لديك؟ Population، إذن السكان أو الكثافة السكانية. 1,253,000 inhabitants. إذن عدد سكان الدمام 1,253,000 شخص. نجران 410,300 inhabitants. إذن 410,300 شخص. تبوك 657,000 inhabitants. إذن عدد سكان تبوك 657,000 شخص. طيب، location، موقعها أو أين تقع هذه المدن؟ الكوستل بورت اللي هو الميناء الساحلي، ماونتن أسس طبعا تعتبر واحة جبلية، نجران، هيلز ديزرت بلانس اللي هي تلال وسهول صحراوية. إذن هذا المكان الذي تقع فيه هذه المدن الثلاث. summer temperature، درجات الحرارة في الصيف، هي الآن يقول لك تتراوح من إلى الصغرى 24 to 43، إذن من 24 إلى 43 سلسيوس، سلسيوس بمعنى درجة حرارة مئوية. for this is for الدمام، هذه لمدينة الدمام. نجران 27 to 39 سلسيوس، إذا من 27 إلى 39 درجة حرارة مئوية أو درجة مئوية الحرارة. تبوك 26 to 40 سلسيوس، إذا درجة الحرارة في تبوك من 26 إلى 40 درجة مئوية. هذه بالنسبة لدرجات الحرارة في الصيف summer. هنا الآن ننتقل إلى winter temperature، درجات البرودة بمعنى في الشتاء، في فصل الشتاء، تتراوح الدرجات من 10 to 21 سلسيوس، من 10 درجات إلى 21 درجة مئوية. from 10 to 24 سلسيوس، من 10 إلى 24 درجة مئوية. في تبوك from 4 to 17 سلسيوس، إذن من 4 إلى 17 درجة مئوية. history، history هو تاريخ نشوء هذه المدينة، متى وجدت. إذن فتاريخ كل مدينة هو الدمام 20th century، يقصد بالقرن العشرين، طبعا هو يبدأ من 1901 إلى نهاية عام، إلى آخر يوم في عام 2000، يعني ما يقارب تقريبا بدأ تاريخ الدمام في عام 1318 هجري، تقريبا في حدود 125 سنة، هذا هو تاريخ الدمام، تقريبا 125 سنة. بالنسبة لنجران 4000 BCE، 4000 سنة قبل الميلاد. تبوك تاريخها 1500 BCE، إذن 1500 سنة قبل الميلاد. إذن فالأقدم هو نجران. main industries اللي هي الصناعات الرئيسية، oil النفط، shipping اللي هي طبعا طبعا الشحنات والميناء والتوريد والتصدير عن طريق الموانئ، الشحن. agriculture fruit طبعا هي الزراعة، وخصوصا
الفواكه، بعد ذلك عندي agriculture كذلك الزراعة، والmilitary اللي هي طبعا الجيش أو القوى العسكرية، فهذه أحد الصناعات الرئيسية، الصناعات العسكرية. universities الجامعات، universities في الدمام we have four أربع جامعات، نجران one جامعة واحدة، تبوك two جامعتان. culture interest اللي هي الاهتمامات الثقافية أو الاهتمام الثقافي، هنا museums المتاحف، heritage village القرى التراثية، public library المكتبة العامة. بالنسبة لنجران palace قصر، museum متحف، archaeological sites اللي هي المواقع الأثرية، traditional markets الأسواق التراثية. هنا بالنسبة لتبوك archaeological sites المواقع الأثرية كذلك، historic mosque المسجد التاريخي، و castle قلعة، castle التي لا تنطق castle. هنا recreation بمعنى الترفيه، بماذا تتميز هذه المدن من ناحية الترفيه؟ large parks حدائق كبيرة، beaches اللي هي شواطئ، water sports رياضات مائية، sports centers مراكز رياضية، shopping اللي هي التسوق. نجران parks حدائق، sports centers مراكز رياضية، bowling alley اللي هو طبعا بما يسمى صالة للعب البولينج. بالنسبة لتبوك nature parks اللي هي الحدائق الطبيعية، hiking اللي هو المشي لمسافات طويلة سواء تسلق الجبال وغيرها من الهوايات اللي يمكن يمارسها الأشخاص هناك، camping التخييم، sand skiing اللي هو التزلج على النفوذ أو الرمال، camel riding ركوب الجمال. طيب نجي الآن، طبعا هذه هي الصور التي تظهر للطالب، نجي الآن للأسئلة وإجاباتها فيما يتعلق بالمعلومات المذكورة في هذا الجدول. أرجع أقول طلب من الطالب write complete sentences أن يكتب جمل كاملة. السؤال الأول which city has the hottest summer weather؟ أي مدينة فيها أعلى درجة حرارة في الصيف؟ دمام has the hottest summer weather، مدينة الدمام فيها أعلى درجات حرارة في الصيف. Which city is cooler in the winter؟ نجران or تبوك؟ ما هي المدينة الأبرد في الشتاء؟ نجران أم تبوك؟ تبوك is cooler than نجران in the winter. تبوك هي أبرد من نجران في الشتاء. Which city do you think is the noisiest؟ ما هي المدينة الأكثر إزعاجاً أو ضجيجاً؟ I think Dammam is the noisiest because it has the most people. أعتقد أن مدينة الدمام هي أكثر المدن ممتلئة بالضجيج وذلك لكثرة السكان فيها. Which city has the most ancient history؟ أي مدينة فيها أقدم تاريخ؟ نجران has the most ancient history. مدينة نجران فيها أقدم تاريخ من ضمن المدن الثلاث. هذه الإجابات، ننتقل للأسئلة التي تليها. From 5 to 8 من 8 إلى 5 إلى 8. السؤال الخامس Which city do you think offers better paying jobs؟ ما هي المدينة التي تعتقد أنها توفر وظائف جيدة طبعا ذات رواتب مجزية؟ I think Dammam offers better paying jobs because its main industries are oil and shipping. أعتقد أن مدينة الدمام هي التي توفر وظائف ذات رواتب مجزية لأن الصناعات الأساسية فيها هي النفط وكذلك الشحن بحكم أنها طبعا مدينة ساحلية. Which city probably has fewer college students؟ ما هي المدينة التي تعتقد أن عدد الطلاب الجامعات فيها قليل؟ نجران probably has fewer college students because there is only one university. نجران وذلك لوجود جامعة واحدة. Which do you think is the most interesting town? Why? ما هي المدينة التي تعتقد أنها أكثر متعة، أكثر تشويق من غيرها، ولماذا؟ الإجابة
I think Tabuk is the most interesting because it has historic places and fun outdoor activities. أعتقد بأن مدينة تبوك هي أكثر المدن طبعا متعة وتشويقا لسكانها ولغيرهم لوجود الأماكن السياحية والتراثية فيها وكذلك للأنشطة الخارجية outdoor بمعنى خارج المنزل أو خارجية. Which do you think is the nice town to live in? Why? ما هي المدينة التي تعتقد أنها من أفضل المدن طبعا لطافة وراحة تعتقد أن الحياة فيها كما وصفها طبعا باللطف والراحة ولماذا؟ Why? I think Najran is the nicest place to live in. طبعا أفضل مكان للعيش فيه هو نجران because it has fewer people and it's in the mountains. لأن عدد السكان فيها قليل وكذلك لوقوعها على الجبال. طبعا ارتفاع المدينة على سطح البحر يوفر جو منعش كذلك هواء عليل والطقس فيها رائع جدا وهذا بالفعل ما هو موجود في مدينة نجران. بعد ذلك ننتقل للصفحة التي تليها صفحة رقم 35 عندنا هنا كذلك إكمالا ل language review exercise B عدنان is on vacation in New York City. عدنان يقضي إجازته في مدينة نيويورك. Complete this postcard to a friend with the correct verbs. أكمل هذا البوستكارد الرسالة البريدية لأحد أصدقائه بالأفعال الصحيحة. إذا تكمل الفراغات بالفعل الصحيح. هنا مكتوب نيويورك أغسطس 20. إذا نيويورك في تاريخ 20 من شهر أغسطس. Dear طارق عزيزي طارق. I'm writing this postcard in English. أنا أكتب لك هذه الرسالة أو هذا البريد باللغة الإنجليزية. Because I have or want to practice the language. لأنني أريد أن أطبق اللغة الإنجليزية أو أمارسها. New York is a wonderful city. مدينة نيويورك مدينة رائعة. But it's really hot in August. ولكن الطقس شديد الحرارة في شهر أغسطس. There are thousands of tourists here from all over the place. هنا الآلاف من السياح من كل مناطق العالم المختلفة. You always see lots of people on the streets. أنت دائما ما ترى أشخاص جدد في شوارع المدينة. طبعا لاحظ writing لأن فعل الكتابة الآن حصل فاستخدمنا زمن المضارع المستمر. Because I have or I want. إذا هنا يعبر عن رغبته لكتابته الآن طبعا فهو فعل نستخدم فيه المضارع البسيط. أوكي. بعد ذلك يخبر أن مدينة نيويورك مليئة بالسياح بشكل دائم فهذه حقيقة أو واقع فاستخدم فيها الفعل المضارع البسيط. بعد ذلك you always كذلك هنا أورد لك مفردة أو حال يدل على أنك دائما ما ترى فيها ناس جدد. إذا هذا كذلك الحديث عن واقع ملموس وكذلك متكرر فاستخدم الزمن المضارع البسيط. هنا الآن yesterday البارحة بدأ الزمن في الرسالة يتغير. Yesterday I went وهو الماضي من فعل go ماضي بسيط. I went to the States of Liberty. إذن ذهب إلى تمثال الحرية. It's very impressive. كان كبيرا جدا أو رائعا جدا يشد الانتباه. طبعا هنا tonight I الليلة يخبر الليلة I am going. إذن هو يخبر بخططه الليلة ماذا سيفعل. So I am going to see the lights in Times Square. هنا Times Square هي شارع معروف تجاري في محلات تجارية كبيرة فسيذهب ليرى الإضاءات والإثارة هناك. Tomorrow the other students في الغد الطلاب الآخرون in the group في هذه المجموعة and I وكذلك أنا معهم are going كذلك يخبره عن الغد ماذا سيحدث فاستخدم ماذا وكأنه تخطيط أنه بالفعل هي خطة يمشي عليها الطلاب. Are going to visit the Empire State Building. إذن سيزورون كذلك الـ Empire States. Some people planned to بعضهم خطط أن walk, climb,
go طبعا to هنا أصبحت مصدر، والمصدر والتو هذه إذا كانت مصدر يأتي بعدها الفعل من دون أي إضافات، لا أي إنجي ولا أي دي. To walk خططوا، للمشي لي، طبعا التسلق لي، الذهاب up the 1860 steps to the top إلى الأعلى، أعلى ماذا؟ الإمباير ستيتس like in the Eiffel Tower. Eiffel Tower طبعا مثل برج إيفل في باريس. But you can't do that anymore، ولكنك لا تستطيع أن تفعل ذلك طبعا هذه الأيام أو شيء زي كذا، لن تستطيع أن تفعل ذلك. Okay، ف you have to take the elevator، يجب عليك، you have يجب عليك أو يتوجب عليك أخذ المصعد. I'm having a great time. إذن هو يتكلم الآن عن حالة. إذن ماذا يحدث الآن معه في هذا الوقت؟ هو يستمتع بوقته. Wish you were here. كنت أتمنى أن تكون معنا هنا. Your friend عدنان، صديقك عدنان. إذن بإذن الله تكون واضحة. يوقف الطالب الفيديو، يكتب الأفعال التي أمامه. ننتقل بعد ذلك إلى التمرين الذي يليه. See, complete the conversation with the correct possessive pronouns. أكمل المحادثة التي أمامك بضمائر الملكية المناسبة. لماذا قال ضمائر الملكية ولم يقل صفات الملكية؟ لأن ضمائر الملكية تنتهي بها الجمل. نلاحظ كل الفراغات جاءت في نهاية الجملة. فلنتذكر الجدول السابق لضمائر الملكية الموجود لديكم في شرح القاعدة. Who's shoes are these؟ لمن هذه الأحذية؟ أجلكم الله. Are they dad's؟ هل هي لوالدك؟ Yes they are. His هي لا. Is that Maryam's perfume؟ هل هذا عطر مريم؟ No that isn't hers، هو ليس لها. Her perfume is in the drawer، إذن عطرها موجود في الدرج. Don't eat that، it isn't yours، لا تأكل هذا الطعام، هو ليس لك. Oh yes it is، it's mine، لا إنه طعامي. Mom gave it to me، أعطتني إياه أمي. Gave not give الماضي من give، gave أعطتني إياه أمي. Is this your house، هل هذا منزلك؟ Yes it is ours، إذن هل هذا منزلكم؟ Yes it is ours، نعم إنه منزلنا. لماذا تم الجمع؟ حينما رد قال My wife and I bought it last year، أنا وزوجتي اشترينا، قمنا بشرائه العام الماضي. بعد ذلك ننتقل إلى التمرين الذي يليه في آخر صفحة 35، تمرين D. Give excuses for the following، قم بإعطاء أعذار للجمل التالية. Use have to، استخدم يجب علي. Okay. Use your own ideas، واستخدم أفكارك أنت. أعطاك مثال هنا قال I couldn't come to the park، لم أستطع القدوم للحديقة. لماذا؟ Because I had to babysit my little brother، لأنه توجب علي رعاية أخي الصغير. نرى الآن رقم واحد. He cannot come to the football game، هو لا يستطيع الحضور لمباراة كرة القدم. Because he has to do a report for school، لأنه يجب عليه القيام بإعداد تقرير للمدرسة. I was late to class this morning، كنت متأخرا عن الصف اليوم. إذن هنا نلاحظ الماضي، فالماضي من have to had. Because I had to wait for the bus، لأنه كان يجب علي انتظار الباص. I didn't do my homework، أنا لم أقم بحل واجبي في الماضي. Because I had to go to the dentist، لأنه كان يتوجب علي الذهاب لطبيب الأسنان. She's not going shopping، هي لن تذهب للتسوق. Because she has to do her homework، لأنه يجب عليها القيام بحل واجبها. I didn't call your back، لم أتصل عليك أو لم أعاود الاتصال بك. Because
I had to go out with my parents لأنه توجب علي الذهاب الذهاب مع والدي للخارج. Okay؟ أو خارج المنزل طبعاً أقصد هنا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الجزء الذي يليه وهو القطعة الطويلة جداً التي تتحدث عن باريس The City of Light مدينة الأنوار. Okay؟ فعندك هنا Look at the photos and discuss what you know about the places. إذا انظر إلى الصور وتحدث عن ماذا تعرف عن هذه المنطقة. Okay؟ فراح نسمع مع بعض المقطع كامل وراح نترجمه بحول الله وقوته. نحاول نترجم الأغلب فيه لأن كلها معلومات تتكلم عن أماكن مختلفة في البعض للأمانة بعض الأماكن تنطق باللغة الفرنسية فيمكن نواجه صعوبة في نطقها ولكن نحاول أفضل ما لدينا فنقول بسم الله. Paris, the city of light. Things to do in Paris. Eiffel Tower. The Eiffel Tower is one of the world's most popular and well-known sites. It is named after its architect, Gustave Eiffel, and was built in 1889 for the Universal Exposition. The tower is 1,062 feet, 324 meters, high, and offers fantastic views of the city. Very often, visitors have to wait in line to take the elevator to the observation deck, but the wait is worth it. At night, the tower itself becomes a beautifully illuminated sculpture. The Eiffel Tower is the most visited building in the world. It welcomes around 7 million visitors per year. The Louvre. The Louvre was originally a royal palace. In 1516, Leonardo da Vinci came to France as a painter for the royal court and brought with him the painting of Mona Lisa. The king acquired it, and it became part of the royal collection. Today, the painting stands in the Louvre in a climate-controlled enclosure behind bulletproof glass. In the 1600s, the Louvre was a palace that contained art and rich decorations, and it only opened as a museum in 1793. The renovation of the museum in 1981 made it even more beautiful, and a pyramid was built as an entrance. Today, the Louvre is the world's largest museum and possesses the world's largest and richest collection of art and antiques from around the world. Arc de Triomphe and the Champs-Élysées. The Arc de Triomphe is a magnificent site at the end of the Champs-Élysées and one of the most famous monuments in Paris. Napoleon I ordered the construction of the monument in 1806 to celebrate his conquests. He got the idea from the triumphal arches of the emperors in ancient Rome. The Arc de Triomphe is a landmark in Paris because of its size and beauty. From the Arc de Triomphe, you can enjoy a walk along the Champs-Élysées. There are many shops, restaurants, and cafes along this boulevard. Be sure you stop at a crepe stand on one of the side streets. The chocolate crepes are absolutely wonderful. Seine River Tours. Boat tours along the Seine run throughout the day and evening. Many include lunch or dinner. The boats depart from the Pont de l'Alma on the right bank, or from the foot of the Eiffel Tower on the left bank. You can see many attractions on the trip, such as the Île de la Cité in the middle of the river, as well as some of Paris's famous bridges. Okay, بعد أن سمعنا الآن المقطع كامل، ننتقل الآن بإذن الله إلى الترجمة. Paris, the city of light. Paris, مدينة الأضواء. Things to do in Paris. Things to do in Paris. طبعا تنطق Paris, okay? إذا أشياء تفعلها في باريس. Eiffel Tower. Eiffel Tower. بعض يقول Eiffel
Eiffel Tower, okay? The Eiffel Tower is one of the world's most popular and well-known sites. إذن يعتبر برج إيفل واحد من أكثر المناطق شهرة ومعرفة في العالم. It's named after its architect Gustav Eiffel. إذن سمي بالاسم الأخير من المهندس المعمار الذي قام بتصميمه and was built in 1889 وبني في عام 1889 for the Universal Exhibitions. طبعا هذا البناء كامل كان لصالح المعرض العالمي. The tower is 1062 feet 324 meters طوله 324 متر and offers fantastic views of the city ويوفر لك إطلالة رائعة جدا على المدينة. Very often أو often غالبا visitors have to wait in lines to take the elevators to the observation deck. إذا يأخذ السياح والزوار لهذا البرج ساعات طويلة جدا في الانتظار ليحصلوا على دورهم في الصعود في ركوب المصعد الذي ينطلق بهم إلى منطقة طبعا مطلة فيها عدد من الميكروسكوبات الكبيرة جدا بحيث تعطيك إطلالة كاملة على المدينة بشكل رائع جدا وخرافي. But the wait is worth it. ولا والانتظار برغم أنه طويل جدا فهو يستحق عناءه. At night في الليل the tower itself becomes a beautiful illuminated sculpture. إذا في المساء فإن هذا البرج نفسه يتحول إلى منحوتة جميلة مضيئة رائعة تقريبا ممكن أن تنير المدينة بكاملها. The Eiffel Tower is the most visited building in the world. ويعتبر برج إيفل أكثر المناطق التي تزار في العالم. It welcomes around 7 million visitors per year. يستقبل حوالي هذا البرج أو هذا نعم هذا البرج يستقبل حوالي 7 مليون زائر كل سنة. بعد ذلك the Louvre. The Louvre هو متحف اللوفر طبعا هو معروف هذا المتحف ومشهور بسبب إحدى اللوحات الهامة فيه وهي لوحة الموناليزا. طيب the Louvre was originally a royal palace. طبعا متحف اللوفر في أساسه كان عبارة عن قصر. In 1516 Leonardo da Vinci came to France as a painter for the royal court. في عام 1516 حضر ليوناردو دافنشي إلى فرنسا كأحد الرسامين للبلاط الملكي and brought with him the painting of Mona Lisa. من بين اللوحات التي أحضرها دافنشي هي لوحة الموناليزا. The king acquired it. استولى عليها الملك بشكل مباشر and it became part of the royal collection وأصبحت إحدى اللوحات الخاصة بالعائلة المالكة. Today, اليوم, the painting stands in the Louvre in a climate-controlled enclosure behind bulletproof glass. هذه اللوحة تقع خلف إحدى الحواجز الزجاجية، طبعاً زجاج ضد الرصاص، ويتم التحكم في الطقس الخاص بهذه اللوحة بشكل أوتوماتيكي حتى تحافظ على الألوان دون أن تهترق. In the 16th, the Louvre was a palace that contained art and rich decorations. في القرن السادس عشر أصبح متحف اللوفر أحد القصور التي تحتوي على الفنون وكذلك طبعاً الديكورات الفنية الفاخرة. And it only opened as a museum in 1793. وتم افتتاح هذا القصر كأحد المتاحف الهامة في فرنسا في عام 1793. The renovation of the museum in 1981 made it even more beautiful and a pyramid was built as an entrance. طبعا في عام 1981 كانت هناك
تجديدات في هذا المتحف جعلته أجمل مما سبق، وتم بناء مثل الهرم، حيث هذا الهرم يشكل مدخل إلى متحف اللوفر. طيب بعد كذا هنا كاتب لك Today, اليوم, the Louvre is the world's largest museum. طبعا هذا يعتبر أحد أكبر المتاحف في العالم and possesses the world's largest and richest collection of art. طبعا يحتوي على أغلى اللوحات في العالم and antiques from around the world. وكل الأشياء عتيقة التراث من حول العالم بشكل رائع جدا. طبعا تجميعها وتوزيعها بشكل حقيقة شيء خرافي. المجهود الذي يبذل في هذا المتحف شيء لا يصدق. طيب بعد كذا قلنا لكم أركيدي ترومفي and the champs Elysees. طبعا هنا الإليزيس أو شارع الإليزيه كما يسمى. The Arc de Triomphe is a magnificent site at the end of Champs Elysees. هنالك قصر الإليزيه الذي يتم استقبال فيه حكام الدول، الوزراء، الشخصيات الهامة التي تزور فرنسا، ونتكلم عن الشخصيات السياسية والمؤثرة في العالم، يتم استقبالهم في قصر الإليزيه. القصر هذا يمتد على ضفافه شارع طويل جدا تحفه الأشجار من الجانبين، طبعا يسمى بوليفارد. هذا الشوارع التي تحفه الأشجار تسمى بوليفارد. فهذا الشارع من أشهر الشوارع التي ممكن أن يمر بها الشخص في فرنسا. فهنا يقول لك and one of the most famous monuments of Paris. تعتبر أحد أشهر الآثار في فرنسا. نابليون الأول ordered the construction of the monuments in 1806 to celebrate his conquests. طبعا هذا المبنى الذي نراه في نهاية الشارع هنا، هذا المبنى بني عام 1806 كأحد الأمور التي أبرزت احتفال نابليون بانتصاراته وتحقيق تلك الانتصارات في حروبه في تلك الفترة. He got the idea from the triumphal arches of the emperors in ancient Rome. طبعا أخذ فكرة أقواس النصر هذا من العصور القديمة الرومانية. The Arc de Triomphe is a landmark in Paris because of its size and beauty. يعتبر أحد أجمل الأماكن في باريس على الإطلاق. طبعا من هذا المكان you can enjoy a walk along the Champs Elysees. تستطيع أن تتمشى وكذلك ترى طبعا قصر الإليزيه وكذلك قوس النصر الموجود هنا. There are many shops. هناك العديد من المحلات، restaurants، المطاعم، and cafes along this boulevard. وكذلك عدد من المقاهي تمتد على طول شارع الإليزيه. Be sure you stop off at a crepe stand on the one of the side streets. هناك محل crepe مشهور في فرنسا بتقديمه. The chocolate crepes are absolutely wonderful. طبعا الشوكولاتة كريب تحتوي على الشوكولاتة، تعتبر الأشهر في باريس. فيطلب منك أن تتوقف على هذا المحل في الزاوية أو ناصية الشارع وتشتري من الكريب لتستمتع به. طبعا يعتبر أحد أهم الأمور التي ممكن أن تفعلها في شارع الإليزيه. سين ريفر تور اللي هو عبارة عن رحلة سياحية في نهر السين. Boat tours along the Seine run throughout the day and evening. القوارب السياحية مثل هذا القارب التي تمر في نهر السين في فرنسا يكون طبعا مرورها ليلا ونهارا طول اليوم. هذه القوارب هي قوارب سياحية. طيب many include lunch or dinner. العديد منها قد توفر لك إما الغداء وكذلك العشاء. The boats depart from the boat de Alma on the right bank or from the foot of the evil tower. You can see many attractions on the trip. فطبعا الوجهة قاعد يقول لك أنه ينتقل من الدكة الفلانية إلى الدكة الفلانية. ممكن تستقل هذا القارب عند خروجك من برج إيفل وتنطلق برحلة سياحية رائعة.
طبعا هنا راح نسمي لك عدد من المناطق التي من الممكن أن تمر عليها، فينصحك بركوب هذا القارب. طبعا هذا كان الترجمة لأكثر الأمور التي ذكرت وأهم الأمور التي ذكرت في التحدث عن باريس. الآن ننتقل إلى التمارين، وهي yes or no question، الصح أو خطأ. هنا ليوناردو دافنشي brought a painting with him to France. أحضر ليوناردو دافنشي عدد من الرسومات مع حينما ذهب إلى فرنسا. الإجابة الصحيحة مثل ما ذكرنا the Louvre Museum is famous for its views of Paris. متحف اللوفر اشتهر بسبب إطلالته على مدينة باريس. طبعا هذا خطأ، إنه برج إيفل. The Eiffel Tower is the most popular tourist site in the world. يعتبر برج إيفل أحد أشهر الأماكن التي من الممكن أو المواقع التي يزورها السياح حول العالم. طبعا الإجابة الصحيحة The Arc de Triomphe is famous because it has Napoleon's tomb. طبعا هنا اشتهر هذا الشارع، طبعا الشارع الإليزابي، بسبب وجود قبر نابليون. طبعا خطأ، بسبب وجود قوس النصر. The Elysee Lacette is an island in the middle of the Seine River. طبعا هذا يتكلم عن جزيرة توجد في وسط نهر السين. الإجابة صحيحة. إذن هذه هي الإجابات، صح خطأ، صح خطأ صح. طيب بعد كذا عندك في الكتاب نفسه هنا وجد لك سؤال discussions اللي هي المناقشة. تم حل هذا السؤال هنا، حل تمرين المناقشة في صفحة 37. You and your friend are going on vacation to Paris. أنت باريس، ستذهب أنت وزميلك للسياحة في باريس. Discuss what you are going to do there. ناقش مع ماذا ستفعل هناك. Tell the class about it. وأخبر أصدقائك أو أخبر الفصل بشكل كامل عن هذه الرحلة. أخذت بعض الأمور البسيطة جدا التي من الممكن أن يقوم بها الطالب أثناء زيارته لباريس بشكل مبسط جدا، وأجبنا عنها. بعد ذلك لديك سؤال آخر كذلك في الكتاب هنا، compare Paris to other cities you know، وهو قارب باريس بالمدن الأخرى التي تعرفها. Which city is best to visit؟ ما هي المدينة الأفضل لزيارتها؟ Why؟ لماذا؟ طبعا ذكرت أن ما زالت فرنسا هي أحد أفضل الدول التي من الممكن أن يزورها السائح بسبب غناها، سواء بالأمور التراثية أو الأمور الثقافية والأمور الحديثة وأساليب الترفيه المتطورة بشكل مختلف تماماً عن باقي مدن العالم. بعد ذلك كان عندك هنا بروجكت كذلك في نفس الصفحة تحت هنا، طلب منك اللي هو Research some tourist site in your country. قم بالبحث عن المواقع السياحية في بلدك. And make a presentation to the class. وقم بإعداد عرض وقدم للطلاب. طبعا العرض نفسه هنا أوكي. أبحث عن بعض المواقع السياحية في بلدك وعرض تقديمي. تكلمت أنا عن مكة، عن الرياض، عن الدمام وعن العلا. قمت بتقديمها كمقال طويل نوعا ما للأمانة، لذلك لكثرة المعلومات ووفرتها يستطيع الطالب الاختصار منها ما شاء. سوف ترفق لكم بصيغة الوورد حتى يستطيع الطالب التعديل عليها. كذلك نوع جديد من أنواع الحلول، أني قمت بعمل عرض باوربوينت لهذه المدن الثلاث، عفوا الأربع، ممكن يستفيد من الطالب كذلك كتقديمه أو طالبة كذلك تقديمه للمعلمة كعرض باوربوينت. أتوقع تحصل على درجات مرضية بحول الله وقوة لها. أتمنى بالفعل التوفيق للجميع يا رب. فحل هذا التمرين نوعا ما طويل، ولكن إن شاء الله بإذن الله يكون واضح للطالب. تلخيصه، حاول تلخصه بالنقاط المهمة فقط. بعد ذلك ننتقل مع بعض بإذن الله إلى الصفحة التي تليها، وهي صفحة رقم 38. صفحة رقم 38 ولد فيها chant انشودة travel the world over، اللي هي السفر حول العالم. فنلاحظ وجود رجل يفتح التاكسي، ينتقل بالتاكسي. نلاحظ هنا بريطانيا، United Kingdom، نلاحظ سور الصين العظيم، لاحظ الشخص هنا يتزلج. فهنا أماكن مختلفة تمت زيارتها. راح نسمع الأنشودة مع بعض وراح نترجمها بحول الله وقوته مع بعض ونحل تمارينها. وطبعا هذه آخر جزئية عندكم، نقول بسم الله. Travel the world over. I'm going to travel
all around Europe. Ski the Alps at great heights. I'm going to climb the Eiffel Tower. And in Madrid, watch the bullfights. I'm going to sail to the Greek islands and taste Italian cuisine. Stroll through the markets in London and see the Palace of the Queen. I'm going to explore all over Asia, trek all along the Great Wall, ride a rickshaw in Shanghai, hike the Himalayas in Nepal. I'm going to ride elephants in India, drive a 4x4 in Arabian sand. I'm going to smell the cherry blossoms and take the bullet train in Japan. I'm going to North and South America, up high to Machu Picchu in Peru. Catch a cab in New York City and cross the Great Lakes by canoe. I'm going to snowmobile in Alaska. I'm going to raft down the Amazon, listen to the roar of Venezuelan falls, and cruise ride around Cape Horn. I'll go on wildlife safaris in Africa, dive in Australia's Great Barrier Reef. I'm going to travel the world over and see things beyond belief. بعد سماع الأنشودة هنا I'm going to travel all around Europe. سوف أقوم بالسفر حول أوروبا كلها. Ski the Alps at great heights. التزلج الجليد في جبال الألب من ارتفاعات عالية. I'm going to climb the Eiffel Tower. سوف أصعد لأعلى برج إيفل. And in Madrid watch the bullfights. وكذلك في المدريد في إسبانيا سوف أشاهد الثيران تتقاتل. I'm going to sail to the Greek island. كذلك سوف يقوم بالإبحار إلى الجزر اليونانية. And taste Italian cuisine اللي هو سوف يتذوق كذلك وهي نوع أكلة من الأكلات الإيطالية. أيضا هنا يقول stroll through markets in London. وكذلك سيقوم بالتنزه والتجول على المحلات في لندن and see the palace of the queen ورؤية قصر الملكة. بعد ذلك يقول I am going to explore all over Asia وسأقوم كذلك بالتنقل والدوران واكتشاف آسيا. A trek all along the Great Wall. كذلك يقول أنه سيسافر ويتمشى ويتنزه في جسر سور الصين العظيم على امتداده. اوكي رايد اركا هنا طبعا الاسم ريكشا. اوكي رايد اركشا ان شنغهاي. الركشا هو احد عربات التنقل تستخدم في اسيا. هايك ذا هيمالايز ان نيبال وكذلك تسلق جبال الهيمالايا في النيبال. اي ام جوينج تو رايد اليفنتس ان انديا وكذلك ركوب على ظهر الفيلة في الهند. Drive a 4x4 in Arabian sand. كذلك قيادة السيارات ذات الدفع الرباعي في الصحراء العربية. I'm going to smell the cherry blossoms. كذلك سيقوم بطبعا إشباع حاسة الشم لديه بأشجار الكرز وغيرها. And take the bullet train in Japan. وكذلك سيصعد على قطار الرصاصة يسمونه في اليابان بسبب دقته. هنا في الكوتيشن هذا يقول I'm going to North and South America. سوف أذهب إلى أمريكا الشمالية والجنوبية. Up high to Machu Picchu in Peru. كذلك سينتقل إلى أحد المناطق في بيرو. Catch a cab in New York City. وسألحق بسيارات الأجرة في مدينة نيويورك. And cross the Great Lakes by canoe. وكذلك سيأخذ القارب طبعا هي القوارب أو طوف المطاطي ليعبر قناة يسمون الـ Great Lake البحيرة العظيمة في كندا. I'm going to snowmobile in Alaska.
طبعا كذلك يتنقل بعربة الجليد في ألاسكا. I'm going to raft down the Amazon. كذلك يقول أنه سوف يركب الطوف طبعا القوارب وغيرها في نهر الأمازون. Listen to the roar of Venezuelan Falls. طبعا كذلك يسمع الزئير والأصوات القوية جدا وكأنها زئير للأنهار والشلالات العالية في فنزويلا. And cruise right around Cape Horn. وكذلك سيقوم بصعود الرحلات البحرية في الرحلات البحرية وكذلك الرحلات البرية في مناطق مختلفة من أمريكا الجنوبية. Then ويقول هنا I will go on wildlife safari in Africa. سوف أقوم برحلة برية في أفريقيا. Dive in Australia's Great Barrier Reef. وكذلك هنا ينتقل إلى أستراليا ومناطقها الريفية العظيمة والشاسعة. I'm going to travel the world over. سوف أتنقل حول العالم. And see things beyond belief. وأرى أمور خارقة للعادة ولا تصدق. بعد ذلك نشاهد التمارين هنا. Put the words into the correct category. قم بوضع الكلمات في الفئات الصحيحة لها. فهنا travel on foot الانتقال والتنقل عن طريق المشي بالقدمين. Transport on water التنقل عن طريق الماء. هنا في الأخير transport on land التنقل البري. ففي الفئة الأولى هنا كل فئة طبعا فيها أربع خيارات. فهنا عن طريق القدم stroll اللي هو المشي وكذلك هايك أيضا تعتبر أحد الرياضات التي تتطلب المشي. ترك كذلك التنقل والسفر عن طريق القدمين. هنا كلايم التسوق معروف أن الكلايم التسلق يكون عن طريق القدمين دون مساعدة أي أدوات أخرى. أما عن طريق الماء فعندي هنا الرافت أوكي اللي هو الطوف كذلك الكروز السفن الكبيرة كذلك عندي هنا السيل الإبحار هنا هذه موجودة الكلمة هنا. بعد ذلك عندي الكانو هو أحد القوارب ذات الأشكال المميزة. بعد ذلك أما اللاند فتبقت الكلمات اللي هنا قلنا هنا ركشة البرية وكذلك 4x4 وعندنا كذلك الترين القطار وعندي كذلك الكاب اللي هو سيارة الأجرة. هذه هي الإجابات صحيحة. ننتقل بعد ذلك للتمرين الذي يليه. طبعا كل هذه الكلمات السابقة في هذا الجدول تم ترجمتها موجودة عندكم في مستند مفردات الوحدة. بعد ذلك look at the chant انظر إلى النشود السابقة. Write four things related to the senses اللي هو اكتب أربعة أمور تتعلق بالحواس. هنا test Italian سوزين اللي هو تذوق الطعام الإيطالي أحد الأطعمة الإيطالية الشهيرة. Smell the cherry blossoms اللي هي شم العطور الخاصة بأشجار الكرز. Listen to the roar اللي هو الاستماع للضجيج والزئير القوي جدا لصوت سقوط الشلالات. كذلك هنا see things beyond belief رؤية أشياء لا تصدق. بعد ذلك عندي هنا الcomprehension أسئلة الفهم أو الاستيعاب عندي خمسة أسئلة. What is the man going to do ماذا سيفعل الرجل. He is going to travel around the world. سوف يسافر حول العالم. Which continents, continents is he going to visit? ما هي القارات التي سوف يسافر لها؟ He is going to visit Europe. سوف يزور أوروبا. Asia اللي هو آسيا. North and South America اللي هي أمريكا الشمالية والجنوبية. Africa طبعا أفريقيا. And Australia اللي هي أستراليا. Which European countries is he going to visit? ما هي الدول الأوروبية التي حددها وقال أنه سوف يسافر لها؟ In Europe he is going to visit Austria. سوف يزور أستيريا. كذلك سويسرلاند اللي هي سويسرا. Germany ألمانيا. France فرنسا. Spain إسبانيا. Greece اللي هي اليونان. Italy إيطاليا. And England إنجلترا أو ما نسميها ببريطانيا. Which Asian countries is he going to visit؟ ما هي الدول الآسيوية التي سيزورها؟ In Asia, he is going to visit China. سوف يزور الصين. Nepal, النيبال. India, الهند. Saudi Arabia, المملكة العربية السعودية.
UAE الإمارات العربية المتحدة and Japan اللي هي اليابان. What do you think the last line means؟ ماذا تعتقد السطر الأخير يعني؟ وهو يقصد هذا السطر الأخير and see things beyond belief. ماذا يقصد به؟ He is going to see incredible places. سوف يرى أماكن رائعة جدا. إذن هذه الإجابات على الأسئلة الخمسة. بعد ذلك عندك في الكتاب في الأسفل هنا لديك Write about a palace, a place عفواً where you want to travel and what you are going to do there. اكتب عن مكان تود زيارته وماذا ستفعل هناك. كذلك تمت الإجابة عن هذا السؤال. المدينة التي اخترتها لندن. سأزور لندن واحدة من أجمل المدن التي أريد زيارتها في المستقبل. وباقي القطعة طبعا هنا ذكرت عدد من الأماكن التي سوف أزورها لأن طلب منك ذلك في الجزئية. هنا أيضا write another verse of for the chant about world travel. قم بكتابة أنشودة أخرى تتعلق بالسفر أو حتى أغنية يسمونها أغنية. present it to the class. قم بتقديمها للصف. للأمانة تجارب في كتابة القصائد الإنجليزية جدا محدودة فهذا ما استطعت كتابته. I got a ticket and I'm ready to travel around and be happy. The plan is to go abroad, enjoy sight and amazing food. The trip to America was amazing. The different culture and big building. In Southern America, it rains a lot, huge forest and the weather is hot. Then I went to Asia alone. The sun was big and also the moon. Sky is clear, people are nice, love their food and their dance. Okay, فهنا إن شاء الله بإذن الله تكون الجزئية هذه واضحة سهلة. بكذا نكون خلصنا وختمنا حل كامل تمارين الوحدة الوحدات الإضافية. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق وأن ييسر أمرنا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله.